مجد بي، هدول لازم التوقيع من حضرتك. وقالي هوني. تفضل. شكرا. شكرا. مين كان هذا الشاب مجد؟ والله ما بعرفه، ماني متذكره أبدا. يا ترى بأي قسم بيشتغل؟ ما بعرف. هديك البنت كمان ما عم بتذكرها. نحن أكيد جايين على شركتنا. إياد بي، مجد بي، صاير عنا مشكلة بالشغل. شيء أقل من طبيعي. عادي، بصير كتير مشاكل بالشغل. أي وشو هاي المشكلة اللي جبتونا كرمالة لهم؟ نحن ممكن نخسر أهم عملائنا. قال المشروع ما عجبهم وحددوا موعد، وعلى الأغلب يجوا بكرة لحتى يلغوا الاتفاقية. قلتي بكرة؟ إيه أستاذ. طيب نحن بنحل المشكلة. بالإذن. وهلأ شو رح نعمل؟ نحن رح نعمل اللي عملناه بالزمانات. حلو كثير. لو سمحتوا دقيقة، ممكن تتركوا من ايدكم وتسمعوني بس شوي؟ اليوم رح تاخدوا اجازة، فيكن تطلعوا هلا. تماما. فيكن تروحوا على البيت وتقضوا شوية وقت مع اهلكن، فيكن تلعبوا مع اولادكن او تعملوا شو ما بدكن. شو بيعرفني، انتو ادرى. اليوم الكل اجازة، اليوم انتو عطلة ونحن حنشتغل، انتو احرار هلا. يلا يلا بقى، يلا بسرعة بسرعة، عنا شغل. اجازة سعيدة. باي باي، بصوا بوقتكم. مين عامل هالمخططات هاي؟ هاي بهدلة. والله يا شريك، اللي عامل هالمخططات انا وانت. انت عن جد عم تحكي؟ لك شو هالتخبيص اللي مخبصينه؟ نحن لازم نركز منيح ونغير كل شيء. انت قلتها، لازم نغير كل شيء. ليك، اذا نحن عملنا شيء تقليدي الجماعه كمان رح يغربوا. يعني نحن لازم نفاجئهم. بالضبط. يعني ما بيصير ابدا يكون شيء ممل شريك. ايه بس شغلنا كتير ممل، شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل؟ مو مشكلة، رح نخلي شغلنا مسلي كتير. أنا حبيت هالفكرة كتير. وسع 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 لك، وسع شوي وسع. يلا يلا. معناتها أنا بدي أعتذر منك، وأنت حاول ترتب. يلا بخاطرك. لوين رايح؟ وقف. يعني برأيك أنا هلأ بدي نظف ورتب كل شيء لحالي إياد؟ هي براحتك إياد. تعال نشوف.